الشاعر رأس معي أمير المؤمنين. السلام على مولاي أمير المؤمنين. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بالأصمعي. هل تعرف الشرط؟ نعم يا أمير المؤمنين، تماما كما أعرف الجائزة. وزن ما كتبت عليه ذهبا. هذا إذا كانت لك. هات يا أصمعي، هات يا أسمعنا. صوت صفير البلبل. هيج قلبي الثملي، الماء والزهر معا، مع زهري لحظ المقلي. وأنت يا سيد لي وسيدي ومولي لي، فكم تيمني غزيل عقيقلي. قطفته من وجنة من لثم ورد الخجل، فقال لا 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 لا، وقد غدا مهرولي. والخوذ مالت طربا من فعل هذا الرجل، فولولت وولولت ولي ولي يا ويل لي. فقلت لا تولولي وبين اللؤلؤ لي. قالت له حين كذا انهض انهض وجد بالنقل. وفتية سقونني قهوة كالعسل لي، شممتها بأنافي أزكى من القرنفل، شممتها بأنافي أزكى من القرنفل. في وسط بستان حلي بالزهر والسرور لي، والعود دندنا دنا لي، والطبل طب 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 لي، طب 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 لي. والسقف سق 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 لي، والرقص قد طاب لي. شوى وشاهشي على ورق سفرجلي، وغرد القمري يصيح ملل في مللي. لو تراني راكبا على حمار أهزلي، يمشي على ثلاثة كمشية العرنجلي، والناس ترجم جملي في السوق بالقلقللي، والكل كعكع كعكع خلفي ومن حويللي. ولكن مشيت هاربا من خشية العقنقلي، إلى لقاء ملك معظم مبجلي، يأمر لي بخلعة حمراء كالدم دم دملي. أجر فيها ماشيا مبغددا للذيللي. أنا الأديب الألمعي من حي أرض الموصل، نظمت قطعا زخرفت يعجز عنها الأدب لي. أقول في مطلعها صوت صفير البلبل. ما رأيك يا مولاي؟ رأيي في ماذا؟ هل سمعت بهذه القصيدة من قبيل لي؟ من قبيل لي؟